رانيا فريد شوقي واحدة من نجوم السينما الذين بدأوا مشوارهم من خلال مجموعة أفلام. حاولت رانيا خلالها تقديم نفسها كنجمة استعراضية بمساعدة والدها الفنان القدير فريد شوقي، وكانت أول تجاربها من إنتاج والدها وهو فيلم آه وآه من شربات. بعدها اعتمدت رانيا على موهبتها واتجهت للدراما التلفزيونية لتستطيع خلال سنوات من مشوارها الفني أن تصبح إحدى نجمات الدراما العربية. كاميرا روتانا التقت رانيا للحديث معها عن مشوارها الفني وأهم محطاته بالنسبة لها. ما حدش ما بيتعبش، حتى لو أنا بدايتي كانت سهلة من وجهة نظر الناس، لأن فيلم بطولة إنتاج فريد شوقي وبطولة فريد شوقي، اللي هو قهوة قهوة من شربات، ما حدش يقدر يقول إن ما تعبش يعني. وقهوة من شربات بعديها فريد شوقي سابني أشق طريقي لوحدي، يعني زي ما تقول حطيت حد على أول السكة وسبته بقى هو ينطلق، والحمد لله ربنا وفقني. يمكن تكون خطواتي بطيئة منياش سريعة، بس أعتقد إنها ثابتة ما برجعش ورا، يعني ممكن أبقى إيه محلك سر سنة اتنين وربنا يبعت لي الخطوة اللي بعديها اللي تطلعك فوق. موضوع النضج ما أقدرش أقيم نفسي يعني، لأن لا في اختلاف طبعا، في اختلاف خبرة لا كتير. لا السينما 9 افلام، لان انا ما عملت السينما كتير. الفيديو كتير، لا الفيديو لا يعني ما يقلش عن 40 عمل. لا الفيديو اكتر في حياتي والمسرح اكتر. قولي بقى انت عامل ايه؟ شكلك احسن بكتير من اخر مرة شفتك فيها. انا بعيش احلى ايام عمري يا رشا، اول مرة انجح في حاجة في حياتي. انت وشك حلو عليا قوي، الظاهر ان اخيرا هيبقى في غدا يوم اخر. ايه اللي حصل؟ احكيلي. بدايتي كانت خالتي صفية والدير، وبعديها الضوء الشارد وعباس الابيض وجحا المصري اللي خدت فيه جايزة احسن ممثلة، والرجل الاخر عطار و7 بنات، حمادة عزه يتربى في عزه يعني، بس احنا خلاص اطلقنا عليه حمادة عزه، تربى في عزه، عيلة مجنونة، خاتم سليمان اخيرا يعني. السينما لا، يمكن من احسن الافلام هو اهو اهو من شربات. في فيلم ليه يا هرم كان بطولة الفنان فريد شوقي برضو، بس مش انتاج فريد شوقي، اخرجه استاذ عمر عبد العزيز، وكان بطولة المطرب الرائع اللي انا بحبه جدا محمد منير، والفنانة الجميلة النجمة ميرفت أمين. فأقدر أقول طعمية بالشطة كان مع هشام عبد الحميد وأستاذ محمود ياسين، وداعا للعزوبية مع وليد توفيق، عنتر زمانه مع النجم الراحل الجميل عادل أدهم، والأستاذ والفنان فاروق الفيشاوي. فلا الحمد لله يعني إلى حد ما. لا المسرح كتير بقى، المسرح بنكلف 16 مسرحية تقريبا يعني. أشهرهم غراميات عطوة ومطوة مع النجم يحيى الفخراني، تأليف أستاذ ألفريد فرج وإخراج أستاذي في المعهد سعد أردش، معهد فنون مسرحية يعني، لأنه هو اختارني من المعهد عشان أعمل الدور. وفي بقى حلاج بغداد، دي كانت لغة عربية مبسطة، في ربنا يخلي جمعة، في بلو، اللهم اجعله خير. لا يعني مجموعة. انت عارفة شعوري دلوقتي ايه؟ هو نفس الشعور اللي حسيت بيه يوم وفاة المرحوم والدتك يا حبيبي يا بابا. انا دايما اقول فريد شوقي عمل لي كل حاجة حلوة، واذا كان في حاجة وحشة يبقى انا اللي عملتها. اداني الفخر، اداني اني بحس بقيمة وبحس بعظمة كده لما بقول بنت فريد شوقي. اما الناس تقول لي يا بنت الملك، شيء بعتز بيه جدا.
يعني اداني اقدر اقول جزء من حب الناس ليا برضو، لاني مرتبطة بالبطل الشعبي فريد شوقي.